terceira ela também é terminada. E na fisiológica ela é retirada de pontos em hospital. E na sala, está na sala de uma sala, que é a minha sala, se faz aquela. Quando ele vleta, e na chuva, chuta, 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 وهما يعني تبقى مع بعض حسب البذور، بس اكثر شيء تبقى غير 150 يعني نص يعني مرتين البذور. اما الاتريال فيبريشن قلنا لانه الاتريوم ما يوقف يبقى عباره عن ارتجال ونشوف السمول ديفليكشن وراح يبقى على سكونكس. خذ الجنكشن روم الجنكشن روم ايش عندك تكيد او راتب الراتب ليش بدنا نطلع من اي نوت وتروح الشهر الاتريوم وين الاتريوم؟ اون لاين جيم، اون لاين جيم. وخلى السبرا بس كذا، هنا تتكون سيركلز. وأجن ياشن تكيلا وأجن. والكيو اس كومبلكس. نورمال كيو لاين فور كوستوفوس. وخلى البي اف. البي اف هنا وايز تكي وما جلابي ولاتي. هسه راح هنا راح نقسم الموضوعنا المرات الثانيه بينهم راح ناخذ الجسم مال الويل الكامل يعني حق البيت الكامل اللي هي راح ناخذ البي ويل من الابنورمالتي بي ار انتربو والكيو ار اس كومبلكس والاس تي والتي نبدي اول شيء البي ويل قلنا البي ويل شفنا الاتريال بولاريزيشن انا عندي الاكس ري دراج والاكس تمام اول شيء تطلع عليه الاس تي اكو فايبر هنا واكو فايبر هنا قلتلكم اسمه شنو؟ باتمان باتمان فال مثل ما تشوفوا لانه البي 1 عباره عن صار سيميشن مال الليكتور لان تقريبا يصير بنفس الوقت يعني ممكن كلش قريب بينات في داخل يصير وايد وايد اللي هي اول وحده هي مال الراس لان من الراس يطلع ثاني وحده هي مال الليكتور فيجمعون الثلاثين شنو؟ بي وايد كامل اللي هي مال بوث المشكلة راح تاخذ اللي هي شنو؟ قبل اسمي موفولوجي. البي دائما تنبوط مع عدد البي ار. القاها تنبوط. هو احيانا بالفي 1 احيانا. بس الاي بي ار دائما القاها شنو؟ دائما بقية اوقات. الديوريشن مالتها من 2 الى 3 افرج 2 ونص يعني سمول سيكوير. 2 الى 3 سمول سيكوير افرج 2 ونص. الامبلتيود هم كذلك. هم 2 الى 3 2 ونص. شنو المشاكل اللي ممكن القاها بالبي ويف؟ خفيفه اللي هي الهايبر تروفي الاكس راي شو يصير؟ توقف العضله القلبيه. هايبر تروفي. ليش توقف العضله القلبيه؟ الاسباب، الاسباب اهمها انه شنو؟ الفالف اللي يعبر عن الاسريوم والفيتيكو شو يصير؟ بيخلل. اما يصير يعني ستينوزز يعني بس صعوبه ينفتح. اما لا يعني فيجيتيشن اللي هو الجانب ده فاي اي خلل بالفار يعني الاكس راي بيكون يضخ يحتاج يضخ وايد فاي اي عضله من الجسم بسرعة اللي هي جهد تكبر فيصير الاكس راي هاي الضخ ناخذ اول شيء الليفت اللي هي الاكس راي ماكر تروب ولا الرايت اكس راي ماكر تروب اول شيء الليفت اكس راي ماكر تروب شو يصير الليفت اكس راي اذا مشاكل في الفار موجود بالليفت إذا مثلا عندي ما يطول الفلوس، اللي ما يطول هو يطول هذا بي يعني تغير راح يقال راح يطول. عندي هايبرتنشن ما يعني احتمال تمام؟ فهو التضخم. شلون عرفنا هذا التضخم؟ بالاي سي جي، انا على الاداء. اذا مثل ما نرجع شنو انه ناتج عباره عن مجموع سمايشن. فانه بالبدايه عندنا منو؟ الرات وعندنا شنو الليت. فيعني خلينا نقول هذا طبيعي وهذا كفر شو تشوفون اللي هو شلون يصير شكله؟ تقريبا مثل فشكله شو يسمونه؟ اما يسووا له دور ما يفرق لان مكان انه ما يفرق وهي تشبه فتبقى مكان بايكون بايكون ما يفرق يعني اذا اشوف اكو بي واي بي كل شيء يعني شنو ايش عندي؟ لان اشياء طبيعتها ليش لان هذا هي الثانية وكبرت فصارت مسافة بيناتهم تسمى فويد لا انت تسمى فويد لا فويد لا
ليش بنج؟ هاي يسموه كوب كوب ماينس يعني ماينس يعني ممكن يعني هنا بقول نفس المنطقة بيسموه كوب ماينس يعني على شكل حرف اللي هو هذا الرايت اللي هو ماينس الواو احنا اي كذا احنا اي شيء يزود الضغط راح يكبر الى تتر من يكبر الى تتر راح يصير هذا التاثر ايش راح ينتج عني؟ شكلها نجي للرايت كتير، الرايت كتير هنا بالعكس ان شاء الله. يعني اذا هو بالبدايه وكبر راح ياخذ من المسافه كلها، فايش راح اشوف؟ عباره عن يعني خلينا نقول طبه كبيره قايمه. ليش؟ لانه هذا صار مو من هذا، يعني انجمعوا الى صارت وحده كبيره. اليوم يعني اقل امبتيوت اكثر من زيرو، اكثر من كلاس مع سكور. يعني انا داخل واحد مع سكور. فاشيلها على الرايت كتير مع الرايت. واضح؟ الفي ار انترو، الفي ار انترو شو تعرف؟ المسافة من بداية البي إلى الأرض. الفي ار انترو شو تمثل لنا؟ تمثل لنا الأي بي نود، خلينا نقول الرأس مالتها هاي التأخير الديني يعني يوصل الدم للفيرو وينضخ. اللي هي هاي السيجمنت. أو انترو السيجمنت إذا أقول سيجمنت بس الخط مال البي ولا البي ار انترفال في الوقت مالته من 3 الى 5 اسمه سكور يعني كل ما الجهه اكبر من واحد دار سكور وما الجهه اقل من 3 شنو المشاكل اللي ممكن تصير؟ هي الديوريشن لو تكبر الديوريشن يصير هواي لو قليل الديوريشن شو يصير قليل؟ اول شيء ناخذ الديوريشن اذا كانت قليله شنو ببالك وشلون تصير مثلا مسافه قليله؟ لانه الاي بي بي هذيك متى يعني الاي بي ما جا تخزنها بصوره صحيحه يعني مثل المثال المشاكل احد اللي هي الكبر وايد والله كيسر اللي هي شيء هنا البي وال الاي بي نوت وهنا هو هذا الكي فايل فهذا الفايل ما راح تخليها تخزن وراح تطلع بسرعه ان شاء الله فبالتالي شنو راح تحصل هذا المشكله؟ فراح تصير شنو؟ اقل من ثلاث مواصفات او يعني تضمن المسافه هاي شوية مهمه اللي تشوفوها يعني عمل اي بي شورتي تضمن المسافه اذا صار شيء بلوك يعني الاي بي تقوم تاخر زياده عن المسافه اللي هي اجي اشوف البي ار تيبل اجي اقاك من واحد لا تسوي البي ار تيبل مو شوف المسافه شوفوها هو يعني من بدايه البي لا شوفوها ما ماخذ مسافه اكثر من واحد لا تسوي اللي هو سبب شنو هي بنود هذا البلوك بي كل تايبات تايب 1 تايب 2 تايب 2 بي نوع صار له مورتس 1 ومورتس 2 وتايب 3 سيت النوع الاول عباره عن اجي ابي بس المسافه زايده فوق الجيت فوق الخمسه يعني اجي ابي الديوريشن صار اكثر من خمسه سمول سيكول اللي هي الجيت عادي 0.2 يعني الخمسة واحد دار سكوير ثم اثنين ثاني ويعني هي عبارة عن دول عادية يذبح في اس كومبلكس طبيعي ما ليش بس اكو تأخير بالقضية وهذا التأخير ثابت القاه كل مرة يعني هنا لقيت تأخير هنا لقيت تأخير بس القاه زايد بالنسبة زايد تقريبا 2.2 يعني 0.2 من الأرض فيعني زايد تقريبا 2 وكل مكان قاعد يسوي ثابت هاي ثابت عباره عن يعني عباره عن زياده من الديوريشن بصوره ثابته قاعد كل البي ار تيبل كل البيات التايب 2 هنا لي نوعين مونتس تايب 1 ومونتس تايب 2 المونتس تايب 1 عباره عن بروجرس بالزياده يعني البدايه زادت شوي الدور زود اكثر الدور زود اكثر الدور على ساعة سحبها دروب بيت يعني تشوفون بالبداية أول شيء زاد ايش قد صار؟ 0.24 هي النورمال 20 صارت الدور 28 صارت 32 الدور شو يصير دروب بيت نهائيا تسوي لها بلوك شوي شوي بلوك جاي ازداد بلوك ازداد يصير بلوك كامل بعد ما توصل فالقى بي وي وما القى كيو اس كومبلكس ليش ما القى كيو اس كومبلكس؟ لان ما كنت توصل لي كيو اس كومبلكس
الدكتور جامعة الثاني نسوي بلوك سوبر موتر واتش 28 32 بلوك وهكذا يعني كل فترة تزداد تدريجيا ويصير فيها شنو دروب ويت. أما الموتو ستايل 2 هم يصير دروب بس هنا يعني على ساعة الأحتمال لو بس أكو زيادة عندي فلو بس سوبر موتر واتش سوبر موتر واتش ما كنت أقدم بالزيادة وعلى ساعة هو يعني اكو زياده 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 على الساعه صارت ثلاث زيادة ثلاث زيادة اللي هي 0.24 عشان الحاله الاولى بس الحاله الاولى ما بيها حاله ثانيه شوي شوي مونتستا شوي شوي درس بهاي الحاله اللي هي مونتستا اللي هي بتاعت تصير زياده بس ثابته على الساعه صارت نوبي الجشن الكبير وايد بس ما الحالة الثالثة اللي يسمونها الشيء كومبليت بلوك الاي بي نهائية بعد ما توصل هنا شو يصير؟ هنا الاكس ري شو يصير؟ يصير الدولاريزيشن مالته اندبندنت يعني المتر يعني هنا سيلات الغذية بس شنو؟ بس هنا في بلوك ما يعرف والبيسكم هم مالته قلنا هم بس ياخذ بلوك او الاي بي نفسه تاخذ بلوك وتوزع فهنا الفنتركل اللي يسوي كونتراكشن واحده والمنو الاتريوم كونتراكشن واحده بل يعني اجي احسب البي واي اللي هو 60 الى 100 اجي احسب الفنتركل اللي هو الفنتركل بس فرنت اللي هي زين ايش قال لي كيو ار اس كومبلكس نو لا وايد 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 شفنا من جوا من جوا صارت انتشار مال الكهرباء وهاي من فهنا الاكسترا انتبهت لي عن الفنتركل شلون؟ يعني هنا الاكسترا وصل هذا الاس اي نوت وصلت صار بي 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 ما عليه يعني ماكو بي ون هنا كذا هنا لا هنا كيو اس كومبلكس هم كيو اس كومبلكس كيو اس كومبلكس كيو اس يعني اذا تجون تشوفون اي ريشيو يعني بين اي تناسب يعني هذين اثنين مسافة هنا هيدر هنا واحدة هنا اثنين مسافة تفتري واحدة يعني هنا اكو بيت واحد كيو اس كومبلكس واحدة برايت معين والبي واحد هي برايت معين ليش انا اكو بلوك معين سياسة الاي بي نود بلوك مرات يشتبه الواحد بين وياه ويا جنشن اوريدي ليش الاثنين شوي شوي راديكال بس الجنشن اوريدي كيو اس كومبلكس يعني اي جو نو يوجوالي نو ترى احيانا نو ليش كان طالع هنا بعد ما انطلق من الاوريدي فهي ستيل مطلع صحيح هاي شغله الشغله الثانيه بانه الانفيرتد اما البي واي مال او الجاكشن انفيرتد وبالتالي يعني صار عندي اختلاف اللي هو الوايد كيو اس كومبلكس في هو بروجكشنال انا ما ادري اصلا ما اقول اما انفيرت لان مضمونه داخل كيو اس كومبلكس او انفيرت كيو اس كومبلكس اي كان اوبن فهاي اي يعني اغلب الاحيان يشتبهون بين الاثنين بس هو حل بلوكات اول بلوك يمشي ثابت زياده عباره عن زياده ثابت التايب 2 بي تايب مورتيز 1 ومورتيز 2 مورتيز 1 بروجريشن بزيادة دور بس بي 1 وما حكي على سبورتس الموفت ستايل 2 ثابت زيادة على ساعة الموفت التايب 3 لا انت بقى يعني اي كومبليت بلوك الاسعي على كتب وكل مجال لغاية معين وريذم معين يعني نشوف هذا معنا لا هسه نجي كمثل البي والبي ار لما نجي للكيو اس كومبلكس الكيو اس كومبلكس قلنا شيء مثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن المسافه مالته يعني ايش قد اقول هذا نار او نار كون اقل من ثلاثه سمول سيكول اللي هي الافرج يعني تقريبا 2.5 سمول سيكول او ياخذوها كثير البي ار يعني تنسون الاسئله يعني الارقام اخذوها كثير اذا شوفوا اكبر من ثلث مال البي ار تي ار يعني هذا شيء وايد الا اقل من ثلث البي ار تي ار هاي نو او نو
بس سراج شاحن اللي مهم شلون يعني كل مين يطلب منهم الثاني قاعد يجي كم لاعب منهم احنا كنا كم فرقة ميك انتر اللي هو النيشن مال السيرفر واللي ميك انتر الثاني والبيزر ميك انتر اللي هو كلمة اتجاه وكنا بين الثاني ومرة يكون اللي هو بدا النيشن مال السيرفر الدور اللي ميك انتر صعب الدور البيزر لا هذا من حسب فنشوف عكس عكس الـ ADR اللي هو كله أصلاً بيقدر تتغير عكس هذا الـ ADR هنا ممكن بداية قرر اللي هو السيرتر اللي هاي سمنا مع الـ R لو شوفه هي R فأول صادة احنا ما ليه يعني ما أقول ما أحفظ بينهم هاي سايد هاي أول نزل شو يسميها Q هاي سايد شو يسميها R هاي S ما أقول Q سيرتر ما أقول يعني مو أقول Q أحد من السيرتر هاي المكان صارت الكيو سيرتر وهذا المكان مو سيرتر يعني الناس يعني الكيو الناس كان سيرتر مثل السيرتر في بولاريزيشن صارت الكيو هالمكان مثل الكيو سيرتر لو بنيت مثل السيرتر هنا الاخر مثل السيرتر لان هي اول صارت فحسب كل يوم الميري باور بس احنا يعني كتست نحن صارت شاعر من الكيو سيرتر وهذا من هذا وما شفت فقدنا كل ميت يباعد من حبيب يباعد من الثلاث وأي أبنامات يخسر بنأخذ البند الوارد راح يتغير بس يبقى عندنا التقييم بالثالث أول واحد منهم الإيشو ثاني واحد منهم البنتيكو ثالث واحد البيتا هذا الترتيب يعني هذا النوع بأي جراف نوجه يمشي على الترتيب راح نعرف شلون راح يتغير الكلاس تشيسلي هم كذلك تشيسلي يسوح لسلوب وغشن آرس من بداية أو مو سلوب لا كان بوغشن من بداية سلوب وغشن بوغشن يسربين بالآرس من بداية الآرشن الآر زغير وغير وديرس هنا ديرس يمثل في الميل والآر هنا مثل واحد اللي هو مو عضو وشوي شوي مين يقدر يعني إن شلون صارت الجسم يجي فا يعني مين يغير الاتجاه والجسم اللي باع شو باع باع هوازنته يعني كاميرا باع فوتو مين يقدر فا السلبي وين مثلا خلينا نقول الجيم والجيم هذا اللي يشرب أكثر اللي هو صار الأس اللي صار الأعراض اللي يشرب أكثر والمين أكثر صار الأس دي أدور بدل يمشي بدل يمشي V2 V3 V5 V6 لأنه جاي غير V2 قام مثلا مشوية V1 أكثر شوية شوية مثلا V5 صار مولا ترى فقام يقارن كل V4 V6 شو مطلع كل مثلا سا V6 أول واحد منهم أدور يمشي صار شو مرد صار عندي Q أدور المين صار عندي R أدور البيزا صار عندي S فحسب كلمة كليل ويباعد أنتوا هذا اللي حتى عن مين شيء سير سير داخل أنا هنا بعدين من بعد ما تجي لنا أباع أباع ليدي وين أباع البيسيس أنا غير مشكلة أنت شيء كل هذا يعني كان يقول يكون حافظ يعني كان مجاوب يعني أنت نام دائما تعود تقوم نام ويس نام ويس نام ويس يعني أي بعد ما تجي تشوفون تشوفون تغيير الأباع فهذا شيء كذاب التغير البي انا عندي مشكله هذا اللي هو الرشد البي 3 والبي 4 يعني هنا يتساوون في الار والاس لان هنا تقريبا بالاس هنا يستعملون يعني مرات اذا يشوفون كل شيء نورمال بس دمي نقول متغيرات يعني اكو رابط خلل في الشيست ديت فانديكيت بانه اكو ضرر في الشيست ديت اذا كل شيء بقينا فهذا اللي هو الرشد يعني كون تحبوه يصير وياهم كل شيء. الألبام مالتي هي بندل براتيك بندل براتيك احنا قلنا نسأل من تبع اسعي اسعي نون من اي بي نون اللي يسمي بندل راح من اللي بندل صار بي بلوك راح تصير لك كل مشكلة. المشكلة راح تصير اول شيء اخذ واحد
قلنا احنا خلينا نتبع النورمال المفروض انه النادي من جنريه اللي يدخل للريس يروح هذا الشيء اللي هنا اتجاه منه كل مسار شيء شو السبب لانه كبر هذا المكان فاتجاه دائما هاي اول شيء المفروض كل الدنيا يجمع هذا البنتكل وهذا البنتكل يجمع بين البنتكل بس هنا ما انطلق بلوك بهذا الرايت فما راح يجمع بينهم لان راح يصير ديلي من هو اكبر بنتكل؟ الليت فنسيب البدايه هاي اول حاجه هاي هاي اللي هي الصحيحه اللي هي راح مشي بها السكر الدور راح للليت اللي هو هذا راح للليت اكبر شيء مفروض هاي المينات لا اكو برايت هنا هم السبب تجاهي بس هنا هسه ماكو برايت بهذا الموضوع فالجمله الشيخ اللي تنتقل منها يعني هسه احنا قلنا هذا اول شيء السبب صار هذا صحيح كان المفروض اثنين ينجمع بمكان واحد هذا البيت الكبار هذا البيت الكبار نفس المنتج هذا الشيء ما راح يصير ليش؟ لان انت رايت من بلوك فما جاي يوصل لعند السبب فأول شيء ما جاي يروح للليفت سواء الليفت الواحد اللي هو في المركز الثاني أو في المركز الثاني الدور ورا ما يروح للليفت يرجع وإحنا هسه هناك وهنا في مصر بس هنا ما تروح شيء ثاني فايش راح تلقى ورا ما غلقت هاي كلها راح تجي تبدأ الإشارة مرة ثانية ترجع تقطع الأخرى فكل اللي صار هيك ليش أنا جاي للليفت يعني الإشارة مو أنت ستيل للليفت فبالتالي سيداري باختصارها مين بيتر اللي هو هذا الواحد أو الواحد اللي ما يمشي السيداري الثاني اللي هو اللي فيتر اللي هو اللي فيتر باتش مات الأول الثالث راح يصير بهالاتجاه معاكس ليش لا يجي يجي وتبع لذلك السيداري عبرت في الليدات السيداري بالبيتر واضحة لأنه سعد الأشياء وكامل والمين وهذا الجديد الطالع اللي هو مين جانب نتيجة البلوك البندل برانش بلوك اما اللي تشوفون للتشيست بوت اذا شفتوا اللي بتجيكم هي شوي شوي تمشي فهذا البروجريشن ثابت فاي خطا يعني اي خطا اثناء هذا البروجريشن ما وصل صحيح غير راح ينتقل البروجريشن راح يتغير فهسه احنا الفيو شو تحول بشكل هذا شكل small hours basic sleep hour few hours of few hours على ال 6 وعلى تمام على البروتوكول ليش لان جاني جاني فكتر واحد الدور الليل انكسر واحد بس انا ما عندي فكتر صار عندي الليل انكسر صار في واحد ماشي بس اول شيء اول الانيشن بقت لها اسمه طول بس هذا الجيل راح ينقسم شو يصير؟ صار بالبداية المين اللي هو مال الليفت الليفت راح يصير هذا الديلي ليش ديلي؟ يعني اجى من الليفت اجى من الليفت بس راح يصير شكل جديد يصير هيك يصيروا لبعض اسرع شيء او حبوا اهم شيء يصير شكل مثل هذا هم اللي مشكل لان هذا الديلي اجى من الليفت لا تقارب لا يتفاشل بالبي 6 الشارع البي 6 اول شيء قام منه الفي اي دي اللي امام الشيء اللي هو هذا هو الكيو الدور الشيخ المين فيكتر اللي هو باتجاه فقرار ريفلكشن هذا بقى منه بس الاس الاس عاد الشان يقرا البيزا بس انه من عمره هسه عندي واحد جديد كبير مبتعد عنه ايش راح يطيب؟ راح يطيب نيجاتيف بس راح يصير شيء جديد كيو مال ايش ا والاس يصير جي وايد ليش لان اكو فيكتور جديد اللي هو هذا البي 6 اكو فيكتور جديد مبتعد عن التحكم يعني موجب مبتعد عن الموجب الثاني نيجاتيف اللي هي نفس لانه اكو هذا الفيكتور يقابل السالب لانه موجب كذا يعني موجب التجديد السالب او موجب مبتعد عن الموجب فايش يصير نيجاتيف بس صار عندي رايت بدل برانش بلوك ان دبليو شيب الدبليو ما راح تطلع نفس يعني تطلع
عين يعني يطلع عين شيء اهم شيء كل شيء من فوق على الطيب راح يجيك فايروس وهنا اكو لا هنا اكو اكو ار اكو لارج ار يعني في ون لارج ار اللي عباره عن ارس سمول وديفيس هنا صار قال وطبيعي اذا اكو تبع هاي واضحة؟ ماكو سؤال؟ بالليفت القضية شنو بالعكس؟ بالليفت شلون يصير عندي؟ انا بالبداية ليش الفيكتور راح يطلع عندي هذا الضمان موجود؟ مشت الاشارة من الانيشن تريزوري من الضمان. تريزوري من الليفت بس الليفت شنو هي؟ مقطوع. فإذا ما راح يكون راح تروح لوقت اول شيء وراح تصير اتجاه الاشاره هيك وزع لوقت فهذا رقم واحد رقم اثنين معطول نفس الاتجاه تقريبا نفس الوقت فنجمعهم شنو؟ نجمعهم بنايه فيكتور واحد فنسمي هذا كله رقم واحد وما كمل لما تشوف ما يقبل هذا الوقت شو راح يصير؟ عن طريق المصل من جوا يكتب ويسوي لي بولاريزيشن فكل ما راح يجمع الفيكتور واحد اللي هو شو يصير؟ اثنين فيكتور واحد فجلس اختلال كل الجنبين وين صاحب بالاول راح يقرا هو اللي هو يمثل اللي هو يمثل مال السنتر ومال يمثل الرايت اللي هو مال الشيء فايش قرر عباره عن يعني فتش يعني المتجه الاشاره الفيكتور اللي كان الرايت ممتاز على المتجه كذا انت مين بدك؟ لا هو أنا أول شيء بوصل أول شيء أول ما بنسلك هذا حجي إذا أنا ما يصير هيك شيء بس إذا فصار عندي رايت من البارشنج عفوا ليفت من البارشنج الإشارة أول من راح تروح لين بس السكة بعد بس بس هاي النورمال سكة؟ لا بس شوي شوي لأنه أنا رايت من البارشنج شو اسمه الرايت من المارج دي كمان مش نظام وزي الكهربائي فالكهربائي شو راح يصير معناته؟ يصير هيك تجيب الرايت يعني الرايت هذول هاي المنطقة احنا دائما كنا نورمال او هاي كنورمال هذا المين فيكتور شلون يصير؟ تجيب الرايت ايه شو كل اللي يجمعهم فيكتور واحد شو هنا بس هذا صار بالله بقى هذا صار ما مشي فنجمعهم بين فيكتور ومشي بس يا فيكتور هذا الفيكتور هذا الفيكتور هذا الفيكتور يمثل رايت فيكتور اكبر من السيرتر يجمع خلايا اكثر فبالتالي وبالتالي بولاريزيشن اكثر وبالتالي كهربائي اكثر من هذا الصور ف هذا راح ينقلها فراح يصير شيء عباره عن كيف اللي وراء هذول راح يرجع لهنا هم كنا نسوي بولاريزيشن راح يصير واحد فشو صار؟ صار واحد 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 الاول منتج ايش راح يصير؟ مبتعد عنه فيكتور مبتعد عنه صار عنده ديفليكشن هذول واحد ثاني هم مبتعد عنه عنده ديفليكشن فصار عنده ديفليكشن وشيء دبليو شيء اما بالبي 6 فيطلع اول واحد متجه اليه فصار شنو بوزيتيف والثاني متجه اليه هم بوزيتيف فصار عندي هم شيء كنا احنا نورمال في البدايه سيرتر الدور المين يصير مع الدور بيتكوين هنا سيرتر ما مشي موجود صار عندي مشكله وين ثلاث ايام صار بيدرو مشت الكهربائي مرات برانش ليش ما في شيء وصار له ديبولاريزيشن جاء ديبولاريزيشن
generalization in our current image. فشا حسر مثلنا بكتر من الوقات وما يسبتها موجود بس دائما من قاعدة فبكتر مقابل بكتر شوية هذا المسيطي ما راح يقع حلو لأن هذا طول فراح يمثل فرق المحط اللي هو اللي ورغم اثنين ايش ما يمثل لأنه في الجرباية تنزل ومين النمر راح تكون للموت ليش لأنها بعدين يقضي كمبا ثلاث من الجرب بدون الراش انتبه للمرات دخل على العقل سوف يدولاريزيشن وتيش فصار عندي صار عندي تو بكتر اللي هو الأول وفي من الدنيا متعرفة فالشيطة اثنين دون واحدة فلاش واحدة فلاش فصار شيء فلاش دمي الفي تو صار الفي سيس أفضل دين في المدرش هاته هي واحدة فلاش وزن الفلاشن وزن الفلاشن عادي فالرائد شو نشوف الفي وان نشوف بي ام دمي هنا لا بالعكس دبليو ام If you want to know assets, Q, mom, and each other and send me answers to all assets. So I'm on the head screen. Q, R, Q. Oh, yeah. Mom, that here, we have done inflation for us. Q, R, S, mom. Just Q, R, S, and I'm going to send you this. Then, أول شيء صار شيء مدور فهي كيو الدعاء أول صغير من الـ ونس لذلك ما أصبح فباقي الـ ونس بس الشيء اللي ما يتهي دليل إنه الـ ونس كومنس شيء توقع إن كان عودة وايد 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 ليش وايد؟ قيمة كبيرة إنه مش الأمور سياسة كمان البايب لا بس إذا صارت أسعار بالطريق إذا هتكون هارد طيب مزيد وهنا عما ينتشر عمانا يعني الرغم ذات الصرف السعين صار فسنجي لهذا الكيس احنا اول دائما اول ما نقرأ من ذلك نشوف انه الطبق او القاعدة انه رضي الريت اكس نشوف تبريد الريت نفس من ذلك نشوف الرضي 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 تقريبا رجل فنفس الوقت 1 2 3 4 تقريبا 300 تقسيم 4 اقل من 5 فنوم الريت نوم عندهم نشوف يعني قلنا سالس ربيع ونوم ريت نجري الاكسس قلنا كنا نشوف الاكسس للاول الاكسس للثالث والمية بس اذا نمشي يعني شنو؟ وايد وايد يعني ليش؟ ليش من الجسد؟ الجسد أول دهما شو شيء؟ أول أكشن. يعني كنا شكله هيك شيء على الجسد. ليش في وانا شيء؟ لا. الفيزو ما هو هذا؟ هذا جدك ما هذا؟ ما هو شو ما جاءت بني ون جاءت لاجعة عامل منها بني ون باجعة أول يجي الباري من الوشي راجع بسيطة من الأعراض راجع بسيطة اللي هو جينا شنو البني ون راح يبيع عن شيء هذا شو والبي سيك شاشو بالأس ديم وواد زين نقدر من الديفيشن يعني نحدد البلوك إذا left X deviation يعني نقول set فإنسان حسب تيست شنو؟ right bundle right bundle وحسب الـ X شنو؟ left X deviation mostly right bundle launch يسوي right X deviation mostly بس إنها نهدد عندي left X deviation إنها هذا يعني إنها سوى لديه الفاصل ما بس الليفت ليفت احنا نفرض انه رايت بندل برانش واحد والليفت بندل برانش مو واحد اثنين ينقسم انتيريور كلاسيكال وبوستيريور كلاسيكال فاذا صار رايت بندل برانش
ويا هيمي باسيكل راح تلاقي ليفت اكسس ديفيشن سبيسيفايد رايت رايت هندل برانش جروب دائما يسوي لي رايت اكسس ديفيشن مع عدل رايت مع هيمي باسيكل تصير ليفت اكسس ديفيشن بس هذا الكيس انا اركز بس على خلت التشيست لان كل شيء واضح لانه بالفيون اشد القراءه اصعب لان هي اهم شيء وبالبي 6 القراءه اللي هي عند واضح بس في واحد اللي هو الجنة شنو الجنة العاشر مثل أولا الجنة الجنة العادية الاسم تمثل المين مثل العادية بس هاي الآلة الثانية الكبيرة اللي هي تمثل الجنة اللي هي بالعكس بالتجاه صار بس هاي وزن الجنة يعني بيوان قد ما عندي كبيرة دائما بيوان بيوان دام وان هنا جاء جاء الله من أجل البي سيس البي سيس جاي شوف الاس يعني وايد جديد ليش ما يعطوا فلتر جديد وابتعد عنه اللي هو يمثل مال مال الرايت فلتر الجديد بلوك وابتعد عنه بس راح يصير وايد يعني وايد يبس فبس انا شو اسوي انا ما انا دائما اجي اشوف الجيست اشوف البي 1 اشوف البي 1 اول ديفلكشن يجي ببالي اعتماد المهاري اما رايت هاي برات كوفي او رايت بندل ما خلي بس يجي ببالي رايت بندل ما شو اروح للبي 6 اشوف وايد اس انا ما رايت بندل ما شو سؤال نبدا بالكيوتي لان الكيوتي انت اول شيء مثل مثل المسافه من بدايه الكيو اس كومبكس الى نهايه الجي وي يعني قلت بدايه الديفلايزيشن مال التليفون لا الديفلايزيشن يعني نقول الديفلايزيشن والديفلايزيشن مال التليفون فالكيو تي انت وضع عباره عن الديوريشن فهمت انا اتكلم يعني يعني يصير بها شورتين او دور الكيو تي انت الديوريشن مالتها من واحد الى اثنين لا شيء يعني شوفون شوفون الكيو اس كوبس تي يعني تي هاي المسافه بين الواحد إذا أكثر فهي هاي لونج كيوتي اللي هي دائما على الرحال الكيوتي أنت أما يعني شنو المشاكل السريعة؟ أما تصل هنا أو تبغى خلينا نقول خلينا نشوف يعني الأسباب أنا ما قلت من هاي المكان السريع أكو بها الأسباب بس يعني Thank you.
وشلون البلاتو طيب. الهاير كالسيوم يعني كالسيوم مره هو اول ما فتحنا الجنرات كالسيوم هو قوه الدخل بسرعه كميه كبيره دخل كميه الخليه تثبت الكالسيوم فالبلاتو صار لي صار صغير من زمان البلاتو صار ظهرت هاي المساله ايش صار صار عندي شوكه بالهايبو كالسيوم عندي كالسيوم مرض عليه فياخذ خلينا نقول ياخذ وقت اكثر يعني بلاتو طول عما يدخل الخليه تاخذ الكالسيوم الكافي يلعب بالسيوم فهنا صار يعني قضيه بالعكس الهايبو كالسيوم شوكه وقيمه ليش هايبو كالسيوم لو وقيمه ليش يختلف بالبلاتو الزايد اما الديوريشن مال الاستشهاد هنا نفس العكس سراج قاعد يأكل بالبسوق وبعض الكلام بالبسوق وبتاع الأكواع يعني توافر عليه
فالعملية أسهل. فشيلتني يبدي هاي ترجع سالب وهاي ترجع سالب، ترجع سالب وهاي ترجع سالب، ترجع سالب وهاي ترجع سالب. كهربائي ما خلى بس عبارة كهربائي شوي شوي نفس الاتجاه بس شوي شوي يرجع. فهي هي في السيارة طالع لي قدام فوقت التي واي هي شنو؟ أبوظ. كيني ليش لأنه مو بيك لأنه على كيلة لأن تخيل بأن الانتباز يشد يعني يمشي بيس ميكر سيستم يعني كوندش وهذا كوندش يتغلب بين الخلايا بين المعنسات يعني تخيل يعني السيارات الغبائي والخلايا كل يمشي بس أدوس النقطة كل يشتغل كل يشتغل فشي سريع أما ريبولاز ما هو كل شيء يعني موصل يعني هنا تكو فايبر موصلات بيسوي ديبولاريزيش هنا هي النفس المايوسات يعني مايوسات صار يعني ديبولاريزيش حفزة الفصل هاي حفزة الفصل هاي حفزة الفصل فهاي كل شيء ناخذ وقت ما كل خذ وقت صارت التي واي يعني تبدو ايش بس التي واي لابد نورمالتي عندي التي واي لابد نورمالتي هايبر كاليمي وهايبر كاليمي اللي هي بوتاسيوم سايلبو او بوتاسيوم هاي نعرف هاي بكر من الجل تي واي بيو هاي بكر من الجل لو ان بيرتيك ما احنا وين بيستخدم ايش سبب ان دورت بس ما كنت كم هذا السبب ما شاء الله التي واي كنا شاعر يصير شيء يعني هذا لازم يعني فتحبوش شان ما يزهر هاي بكر مني مو بس بعد شوي بالأخر لأنه هو أول ستيج من أمانة من السير تي واي كتير الهايبر كريمي التي واي بيصير يسوى إيبل تاور شيء يعني مثل برجي يعني كلش مدبر بعيد هاي أمانة يعني مدبر ثاني نقطة أشوف الديفيوز في كل الوجهات وهذا الشيء ما أدري بس هذا يعني مشكلة بكل الهارت يعني كل يعني الهايبر كريمي صار بدل صار بالهارت كله هاي ما قبل أكو واحد بس يسأل